السلام عليكم، اسف على الانقطاع. طبعا انا يوميا اوعدكم، ما انقطع عنكم بس هم انقطع، بس ان شاء الله هالمره ما راح يصير لكم انقطاع. واوعدكم بحلقه ناريه، حلقه اليوم راح نتحدث بها عن محاوله اغتيال الرئيس الليبي الاسبق معمر القذافي في منطقه براك الشاطي. فشنو القصه؟ لا تفوتون الحلقه وخليكم معنا. قبل ما انسى لا تنسى تدعمني بلايك واشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس لان هذا فعلا يساعدني. ويلا خليكم الحلقه. عام 1996 قررت مجموعة سلفية معروفة اسمهم الجماعة الليبية المقاتلة اغتيال الرئيس الأسبق معمر القذافي، وكان بسبب انه الرئيس معمر القذافي قضى على قادتهم وعلى جماعتهم اكثر من مرة، وكل ما كانوا يحاولون يبنون حجر لجماعتهم يهدموا القذافي والمخابرات الخاصة برئيس الراحل معمر القذافي. طبعا تعريفا بجماعة الليبية المقاتلة، جماعة الليبية المقاتلة هي مجموعة تحمل الأفكار السلفية تم إنشائها بعد عودة المقاتلين الليبيين اللي راحوا لأفغانستان. طبعا هذول المجموعة أي من راح لأفغانستان رجع سوا جماعة مسلحة، عموما مو موضوعنا، بس هم كانوا مجموعة من راحوا لأفغانستان لقتال الاتحاد السوفيتي. فمن رجعت هذه الجماعة قرروا تكوين الجماعة الليبية المقاتلة. عام 1996 جاء زار الرئيس الليبي منطقة اسمها براك الشاطي. براك الشاطي هذه معقل السنوسيين، معقل عبد الله السنوسي، المعروفين ولائهم الخاص للرئيس الراحل معمار القذافي. لذلك كانت المنطقة مأمنة بشكل المطلوب، لأن متعودين يجون عليها بدون أن يتعرض الرئيس معمار القذافي لأي محاولة اغتيال، لأن الناس تحب بهذه المنطقة. وقبل ما يصل الرئيس الليبي إلى منطقة براك الشاطي راحوا اثنين من الجماعة الليبية المقاتلة إلى منطقة براك الشاطي حتى تشوف المنطقة ذاتها، وسكنوا بهاي المنطقة، وهنا بدت الخطة. الشخصين اللي راحوا المنطقة براك الشاطي هم عبد الله القريو وعبد الرزاق الترهوني. هذول الاثنين من جماعة الليبية المقاتلة ويعرفون تفاصيلها وينفذون عملية لاغتيال الرئيس الليبي معمر القذافي، مستغلين التقصير الأمني في حماية معمر القذافي. بدت الخطة تتمحور انه يجيبون رمانات يدوية، وهم ثلاثة طبعا وليس اثنين، راح نذكر الثالث بنهاية الحلقة كمفاجأة. اي واحد يتقرب الى سيارة العقيد معمر القذافي ويقدر يصلها يرمي الرمانة عليه وتنفجر الرمانة. وكانوا مخزنين الرمانات في الحمام مال الشقة اللي سكنوا بيها. وفعلا جاء معمر القذافي والوفد الخاص به، والجمهرة والناس حوله ناس بكثافة شديدة. يعني هسه راح أعرض لكم المقطع. ناس محتجدة حول معمر القذافي، ما أدري هذول الشخصين بشنو كانوا يفكرون، إنه لو انفجرت هذه القنبلة كم روح سوف تزهق بهذه العملية. أول ما تقرب عبد الله القريو من معمر القذافي يرمى الرمانة اليدوية مثل ما راح تطلع هسه قدامكم. بعد ما رمى الرمانة قام العقيد معمر القذافي، لأن هو معروف أنه عسكري، قام بركل الرمانة، رغم أن الحماية حاولت تقفز عليه لكن سبقهم العقيد وضربها برجله وبعدها عنه. لكن الأغرب أنه القنبلة ما انفجرت أصلا وانهزموا هذول الأشخاص. بدأت التحقيقات بهؤلاء الأشخاص والمنفذين لهذه العملية. من بدأوا يبحثون طبقوا الصور اللي بالفيديو واللي ظهر بيها عبد الله القري والترهوني، عرفوا هذول الأشخاص من الجماعة الليبية المقاتلة وتوصلوا لهم. ظلوا يبحثون عنهم وما
قدروا يلزموهم خلال هاي الفترة. وتم محاسبة السنوسي المسؤول عن أمن القذافي، كذلك تم محاسبة ورئيس جهاز المخابرات موسى كوسة ومجموعة أخرى من المسؤولين عن حماية القذافي، وتم التحقيق وياهم وحكم عليهم بالإعدام وإسقاط عنهم أي منصب وأي حصانة دبلوماسية. وحاولوا الليبيين بكل الوسائل انه يضغطون على القاضي العسكري اللي طلب من موسى كوسة والسنوسي انهم يلبسون بدلات عسكرية بالمحاكمة، لكن القاضي قال انا راح اشتغل بشغلي، والرئيس القذافي اذا حب يفرج عنهم فاني مستعد. ليش؟ بسبب التقصير بالحماية عن القذافي. وهذا كله لحد الآن ما تم مسك الجنات الحقيقيين والفعليين. بعد فترة تم إلقاء القبض على عبد الرحمن الزدامة، أحد قياديين الجماعة الليبية المقاتلة، وهذا الشخص اعترف بوجود الترهوني والقريو في أحد الأساسات اللي ما تم بنائها، وكانوا هناك خاتلين. وفعلا تحركت جهاز مكافحة الإرهاب الليبي للقبض عليهم، وكانوا استخدموا أولادهم كدروع بشرية للحفاظ على سلامتهم، لكن قدر جهاز مكافحة الإرهاب الليبي أنه يخرج هذول الأطفال والنساء اللي هم عوائلهم، وتم قتل الترهوني والقريو بعد أن رفضوا تسليم نفسهم وقاموا يتواجهون ويا الأمن برشاشات كلاشينكوف. لكن ليش الرمانة ما انفجرت على القذافي؟ هنا تجينا ثلاث محاور. محور الأول، يقال أن الرمانة ما انفجرت بسبب أن المخابرات الليبية كانت تعرف بوجود هذول الأشخاص وراح يسوون هذه العملية، لذلك قدرت السيطرة على هذه الرمانات وعطلتهم. أما النظرية الثانية فتقول أنه هذول الأشخاص حطوها بغرفة رطبة لذلك تعطلت الرمانة، لكن الرمانة مصنعة لأي ظروف، سواء مطر أو ثلج أو غيرها من الأمور، فكيف تتعطل بسبب رطوبة؟ لأن هي مصممة الأساس قتالي بحت، ممكن يكون الجندي يقاتل بصحراء، ممكن يقاتل تحت الأمطار، ممكن كيف ما تنفجر بسبب رطوبة؟ أما النظرية الثالثة يقال وهي النظرية الأكثر ضحك، أنه القذافي يتعامل ويجن في محاولات اغتيالاته، لذلك ما انفجرت الرمانة، خصوصا انه اكثر من مرة حاولوا يقتلون القذافي وتنتهي بنفس الفكرة. بس انا اتوقع هذا الجن هم المخابرات الليبية اساسا. بعد ان تم اعدام، يعني يقال انه تم اعدامهم وحفظهم بالثلاجات الى سقوط دولة القذافي، تم هنا هدم منازلهم وبيوتهم. والنظرية الثانية اللي اكدها احمد قذافي الدم ابن عم القذافي واحد ابرز قادة القذافي وأبرز القيادين الموجودين في عهد القذافي، قال ما جاء أي شخص طلب بهذه الجثث، خصوصا بعد سقوط دولة القذافي وجدوا الجثث بالثلاجات وما تم أخذهن لأي مكان. بس لكن أحمد قذافي الدم يؤكد أنه ما حد قبل يتسلم هذه الجثث وما تم هدم منازل ترهوني والقرح. لكن هذه القصة ما تخلو من أحداث الغريبة. بعد أن قام شخص من المخابرات البريطانية باعتراف، وهو كان أحد أبرز عملاء المخابرات البريطانية، بالاعتراف أنه دعم القريو والترهوني والجماعة الليبية المقاتلة لاغتيال القذافي بأمر من المخابرات البريطانية. وهذا الشخص بعد أن نشر هذه المذكرات وعاد إلى بريطانيا تم القبض عليه واتهامه بتهم عديدة، وإلى حد الآن هذا الشخص موجود بالسجون. وهذه ممكن تأكد أنه بريطانيا ما كانت راضية على هذا العميل اللي كتب مذكراته وفضح هذه العملية، ومو بس هذه العملية، فضح عدة فضائح أخرى. والمفاجأة الثانية هو الشخص الثالث، وهو عبد المنعم سالم خليفة، وهو شخصية معروفة بوقتنا الحالي باسم أبو طلحة، وكان أحد
قادة القاعدة بعد أن سقطت حكومة القذافي تم إخراجه من السجن، وكان متهم وما مثبت عليه شيء أنه من ضمن من قام باغتيال القذافي، لكن هذا الشخص بعد أن سقطت دولة القذافي تم إخراجه وتم إرساله إلى سوريا، وصار أحد قيادي القاعدة في سوريا. وقد أعلن المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي بمقتل أبو طلحة اللي أحد المنفذين لعملية القذافي. فشوف من 96 هذول الأشخاص تم القبض عليهم وإعدام 2 وبقى 1، وأنا أشوف هذه العملية خارجة عن الإنسانية بكل المقاييس، خصوصا إنها تنفذت والقذافي كانوا يحيطون بمدنيين بشكل كبير. يعني لو من فجر الرمانة كان قتلت مئات البشر المسالمين اللي ما لهم ذنب، فقط إنهم كانوا متجمهرين. بالنهاية أنا أشكرك لأنك شاهدت الفيديو. هذه كانت قصة محاولة اغتيال الرئيس الليبي الأسبق العقيد معمر القذافي، والسلام عليكم. بالتاريخ والفن عراق الحضارة رسم نحت طرب جهز العصارة ويا عبد الحق تلقى كل المعلومات نشهد رأس أعمال حياة وفاة برو 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 فايل برو 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 فايل برو فايل برو 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 بر